راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر عام 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم معنا مينا. تأييد واسع للتطبيع مع إسرائيل في استطلاع أجراه راديو دبنجا، و 65% ترى أن التطبيع في مصلحة السودان. وكلاء النيابة يدخلون في ضراب لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم ويطالبون بإقالة النائب العام. ارتفاع عدد اللاجئين الأثيوبيين بالقضارف إلى أكثر من 15,000 واستمرار المناورات العسكرية المصرية السودانية. أزمة خبز حادة في سينجا واحتجاجات في حلفة الجديدة بسبب مياه مصرف مصنع السكر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أبدت أغلبية واضحة من عين تم استطلاع تأييدهم للتطبيع مع دولة إسرائيل. ظهر ذلك من خلال الاستبيان الذي أجراه منبر الرأي براديو دبنجا وسط شريحة من مختلف الأعمار، ولكن أكثرهم من الشباب ومن جميع أنحاء السودان. وجاء الاستطلاع في ظرف الانقسام الواضح بين مختلف شرائح الشعب السوداني وقواه السياسية بخصوص مسألة التطبيع. وفي السؤال الخاص بتأييد التطبيع أجابت نسبة 60% من جملة عدد المشاركين في الاستبيان بأنهم يؤيدون التطبيع، مقابل نسبة 39% ترفض التطبيع، فيما أجابت نسبة 1% بأن ليس لهم رأي في الموضوع. وبشأن الفوائد المرتقبة التي يمكن أن تعود على السودان من عملية التطبيع، طرح المنبر سؤالا حول هل للسودان من حيث المبدأ مصلحة في التطبيع مع إسرائيل، حيث أجابت نسبة 65% من المشاركين بنعم، مقابل نسبة 31% تقول بأن ليس للسودان أي مصلحة في التطبيع مع دولة إسرائيل، في الوقت الذي قررت فيه نسبة 4% المتبقية بأن ليس لهم رأي في الموضوع. وفي وقت يفترض فيه الكثيرون بأن المكون العسكري هو الذي يدفع باتجاه التطبيع عكس المكون المدني في الحكومة الانتقالية، طرح المنبر سؤالا بهذا المعنى، تبين من نتيجة الإجابة عليه بأنه 50% من المشاركين يعتقدون بالفعل بأن المكون العسكري هو الذي يسعى للتطبيع ويضغط في اتجاهه. وعارضت نسبة 40% من المشاركين في الاستبيان هذه الفرضية، وبقيت نسبة 10% بلا رأي في هذا الموضوع. شارك في الاستبيان عدد 230 شخصا، أكثر من نصفهم من الشباب في الفئة العمرية بين 18 إلى 35 عاما، وأكثر من نصفهم أيضا ممن تلقوا تعليما جامعيا أو فوق الجامعي. وسجلت ولاية كسرى والقضارف أعلى نسبة مشاركة في الاستبيان، تليها ولاية الجزيرة في الخرطوم. لمعرفة المزيد حول نتائج الاستبيان يمكنكم متابعة برنامج ملفات انتقالية الذي يأتيكم صباح اليوم الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا. أعلن والي القضارف الدكتور سليمان علي محمد موسى ارتفاع العدد الكلي للاجئين الأثيوبيين الفارين من الحرب بولاية القضارف إلى 15,500 لاجئ، مشيرا لترحيل 2,500 إلى معسكر أم راكوة بمحلية القلابات الشرقية. ونوى في مؤتمر صحفي الاستضافة المدينة 8 بالفشقة 13,000 لاجئ، منهم 9,000 من الأطفال و2,700 من النساء بجانب 1,300 من الرجال. وأكد الوالي تخصيص معسكر آخر بمنطقة الطنيبة بمحلية المفازة لواء اللاجئين الذين يفوق عددهم معسكر أم راكوبة. وتوقع الوالي دخول المزيد من التدفقات على الولاية، مؤكدا وضع التحوطات الصحية بمعسكر المدينة 8 لتلافي نقل الأمراض. ووصف والي القضارف استجابة المنظمات والمجتمع الدولي تجاه اللاجئين الأثيوبيين الفارين إلى السودان بأنها بطيئة ولا ترقي لحجم التدفقات على ولاية القضارف. وقال الوالي إن هذه التدفقات الكبيرة ستنعكس سلبا على الولاية
اقتصاديا واجتماعيا وصحيا بجانب الخدمات. وطلب الوالي المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للاطلاع بدورها في تقديم الدعم للاجئين الأثيوبيين الذين يفوقون إمكانيات الولاية المتواضعة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأضاف والي القضارف في هذا الخصوص: وصلت الأعداد بتاريخ 15/11 إلى 14,000 نازح، 14,000 بداية، تفاصيلهم ثلاثة: حوالي 9,000 من الأطفال، حوالي 2,700 من النساء، حوالي 800 من الرجال. تم إنجاز الأعداد في معسكر مؤقت في البشقة مدينة المدينة تحديدا، تمهيدا لتوحيد معبر المفوضية الثانية لشؤون النادين إلى معسكر دالت. تمت زيارتهم ايضا بواسطه لجنه امن الولايه برئاسه الوالي وحكومه الولايه بتاريخ 11/11 وتقديم بعض المعينات لمعيه بعض المنظمات، كما تم زيارتهم في اليوم التالي بواسطه وزير التعبديه. تواصلت بقاعدة الفريق أول طيار ركن عوض خلف الله بمروي فعاليات المناورات الجوية نسور النيل واحد بين القوات السودانية والمصرية التي بدأت الأسبوع الماضي بعد اكتمال وصول القوات المصرية المشاركة. تأتي المناورات المشتركة على خلفية نتائج المباحثات التي جرت خلال زيارة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد حجازي للخرطوم مطلع نوفمبر الجاري. وأقرت المباحثات التوسع في مجالات التعاون العسكري من دورات تأهيلية للضباط وضباط الصف والتدريب المشترك ليشمل كافة التشكيلات البرية والجوية والدفاع الجوي والبحرية. وقال الفريق ملاحي توجيهي ركن عصام سعيد كوكو قائد القوات الجوية في تصريحات صحفية خلال زيارته للقائدة إن المناورات تأتي في إطار التعاون التدريبي بين الجيشين والبلدين. وأشار إلى أن المناورات تشتمل تدريبات على الهجوم الجوي والهجوم الجوي الأرضي وعمليات الإسناد والاستطلاع بالإضافة إلى عمليات البحث والإنقاذ. أعلن نادي أعضاء النيابة العامة الدخول في اضطراب اعتبارا من اليوم الثلاثاء ولمدة 3 أيام، مطالبا بإقالة النائب العام تاج السير الحبر أو إجباره على الاستقالة. وأعلن أعضاء النادي في مؤتمر صحفي عقد بالخرطوم أمس استمرار الخطوات التصعيدية، متهمين النائب العام بارتكاب مخالفات جسيمة ترقى لدرجة المخالفات الجنائية. كما اتهم أعضاء النادي النائب العام بأنه لم يقدم أي من رموز النظام البعث للمحاكمة باستثناء بلاغ انقلاب 89 وبلاغ الشهيد حنفي، مشيرين إلى أن البلاغين أحيلا إلى المحكمة بجهود من لجان التحقيق المكونة من أعضاء في نادي النيابة. وأوضح أعضاء النادي أن بلاغات الشهداء ما زالت حبيسة الأدراج بل طي النسيان. واتهم محمد ضرار النائب العام بارتكاب مخالفات وتجاوزات بالإفراج عن والي جنوب دارفور الأسبق آدم الفكي ورجل الأعمال التركي أوكتاي وبلاغ شركة النقل النهري وقضية عبد الرحمن الخضر. واتهم النائب العام بالتزوير وتضارب المصالح والتستر، واستهجن تقديم البشير إلى المحاكمة في بلاغ نقد أجنبي والتغاضي عن تصريحه بقتل 10,000 شخص في دارفور. واعتبر الإعلان عن مقبرة جماعية هي وسيلة للإلهاء وضغطت على مشاعر المفقودين والشهداء، موضحا أن لجنة المفقودين تمتلك الوسائل الفنية للتقصي وتقديم بيانات متكاملة. وأضاف في هذا الخصوص: نحن نقول أن النيابة العامة ليست بخير، تقدم نماذج على سبيل المثال للحصر عن مخالفات الجسيمة التي ارتكبها النائب العام وتدخله الواضح لاستخدام سلطته واستغلاله ونفوذه في الدعاوى الجنائية. بلاغ أوكتاي التركي بالرقم 123 على 2019، أوكتاي رجل أعمال تركي معروف يواجه عدد من بلاغات الاعتداء على المال العام، من بلاغات الاعتداء على المال العام النائب العام أمر بالإفراج عنه بالضمان دون الإيداع مخالفا للقانون، لأن قانون الإجراءات الجنائية في نص المادة 107. وقال وكيل النيابة بدوي بيرم إن النائب العام أوقف 5 من أعضاء النادي وأحالهم للمحاسبة بسبب مطالبتهم بقالته والكشف عن تجاوزاته. وأوضح إن وكلاء النيابة الموقوفين
يمسكون بأهم ملفات النيابة مثل بلاغ انقلاب 89 وبلاغ الشهيد حنفي وغيرها. ووجه أعضاء النادي انتقادات لتشكيل لجان التحقيق بموجب المادة 47 وتغل يدها في تقييد الدعاوي الجنائية بل التأكد من وقوع جريمة، وفي ذلك إهدار لمبدأ الإفلات من العقاب. وأضاف وكيل النيابة النيل طه الكباشي: كما أننا نؤكد للمواطن السوداني بأننا في تصعيد مستمر إلى أن يستقيم الاعوجاج العدلي بالنيابة العامة وغيامها بدورها وفقا للقانون والدستور. من هذا المنطلق أعلن لمواطنينا ولجماهير الشعب السوداني وأعلن زملائنا وكلاء النيابات بأنحاء السودان المختلفة بأن نادي النيابة العامة يعلن جميع المواطنين وكلاء النيابة بأنه في إضرار ابتداء من يوم غد الثلاثاء 17 نوفمبر وحتى الخميس 19 نوفمبر في خطوات متسلسلة تصعيدية إلى أن تستجيب إلى أن تحدث الاستجابة للمطالب التي تحقق العدالة بمن أخذ مال الشعب وسفك دم بنيه بإغالة أو إجبار النائب العام. من جهة أخرى، أمرت محكمة الطعون الإدارية بمحكمة الاستئناف الخرطوم برئاسة القاضي بدوي عبد الباقي عبد الله أمرت اليوم بوقف تنفيذ قرار النائب العام بالرقم 35 لسنة 2020 بتاريخ 11 نوفمبر الجاري الخاص بإيقاف لحين الفصل في الدعوة التي قدمت من قبل وكيل النيابة جلال سنين وآخرين ضد النائب العام لجمهورية السودان. وكان النائب العام أمر الأسبوع الماضي بإيقاف عدد من وكلاء النيابة العامة عن العمل وإحالتهم إلى مجلس محاسبة نسبة لتقديم مذكرة لمجلس السيادة مباشرة يتهمون فيها النائب العام بارتكاب عدة مخالفات مطالبين إقالته أو استقالته. شهدت مدينة سينجا بولاية سنار أمس الاثنين أزمة حادة في الخبز بسبب انعدام الدقيق، وأدى ذلك إلى عرقلة العمل بالمدارس. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن الأفران بالمدينة انعدمت فيها الخبز أمس ومعظمها توقفت عن العمل وأغلقت أبوابها بسبب انعدام الدقيق. وأشار المواطنون إلى أن تلاميذ المدارس تم إرجاعهم لمنازلهم بعد الحصص الصباحية الأولى بسبب انعدام الخبز لوجبات الفطور. وشكى المواطنون أيضا من انعدام الأدوية الأساسية والدريبات وغلاء أسعارها. وأضاف مواطن لراديو دبنجا مدينة سينجا بولاية سنار في هذا الخصوص: ما في دقيقة الليلة، ما في بكرة برضو ما في. حتى أنا بتكلم مع واحد من الناس المطاعين المخابز قال لي بكرة ما شغالة ليه الطلبة، والله رجعهم من بعد الفطور يعني عشان ما في عيش، رجعهم طوالي الدريبات الأشياء الأدوية المغرزة للحياة ثلاثة أربعة ما الأدوية برضو حقت الأبراط النفسية برضو ما موجودة بكمية من الحياة ما في. دخل اعتصام طلاب كلية الطب بجامعة نيالا أمام أمانة حكومة ولاية جنوب دارفور يوم 13 مطالبين بإقالة عميد الكلية وتوفير مباني ومعامل وأساتذة للكلية. ووصلت إلى نيالا أمس اللجنة المكونة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للوقوف على أسباب الاعتصام وزارة مقر الاعتصام، وعقدت اجتماعات مع لجنة تسيير مكونة بواسطة الطلاب. ويطالب المعتصمون بوضع تقويم للكلية والتعاقد مع المستشفيات وإلغاء المواد الإضافية. وشهدت الاعتصام تضامنا من بقية كليات جامعة نيالا. وأضاف الطلاب في هذا الخصوص: بشكر كل الطلاب الذين تضامنوا مع طلاب كلية الطب، وبشكر كل الإخوة الذين وقفوا معنا، وبشكر الأخ مقدم اللايف. فالرسالة دي نوصلوا لكل الإخوة ولكل الأمة السودانية إن شوب لا تنهد إلا بالعلم والمعرفة، وإن شوب لا تنهد إلا بالعلم والمعرفة، وإن حياتنا مرتبطة بالعلم، وكذلك آخرتنا مصباحا لقوله صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فليه بالعلم. نفت الإدارة العليا بهيئة الموانئ البحرية صدور قرار بإيقاف عدد من العمال والموظفين بالهيئة بسبب الدعاوي للإضراب مؤكدة إيمانها بحق التعبير السلمي. واتهم مكتب المدير في بيان له المجموعة الموقوفة عن العمل بالتعرض لمنشآت الهيئة وشركاء المجتمع المينائي مما أدى لخسائر مالية فاتحة. وأشار إلى تعرض جزء من الميناء الشمالي للتعطيل في بعض المرابط بسبب قيام تلك المجموعة باستخدام العنف عبر ترهيب العاملين
والورديات بالسلاح الأبيض وإجبارهم على إغلاق المكاتب وإيقاف العملية التشغيلية عنوة إلى جانب تهديد وكلاء التوكيلات الملاحية وشركاء المجتمع المينائي والتعرض لهم بالألفاظ النابية. كما اتهم الموقوفين عن العمل بالتهجم على اجتماع إداري خاص بإدارة العمليات. من جانبها اتهمت اللجنة التسييرية لنقابة عمال المواني في بيان لها مدير الهيئة باستغلال استجابة اللجنة للوساطات وتأجيل التصعيد وقيامه بإيقاف 27 عاملا من العمل بتهم ملفقة. ألقت الشرطة بمدينة الدبيبات بمحلية القوس بولاية جنوب كردفان القبض على المتهم الأول في حادث اغتيال المهندس علي عبد الغني محمد أمس الاثنين بمنطقة بربر الحدودية بين ولايتي جنوب وشمال كردفان. وقال حاروم محمد حاروم عضو تنسيقية لجان المقاومة بمحلية القوس لراديو دبنجا إنه الأجهزة الأمنية والشرطية بالمدينة تمكنت من إلقاء القبض على المتهم بقتل المهندس علي عبد الغني بمنطقة بربر وأودعته حراسة بقسم شرطة الدبيبات أمس الاثنين. وأوضح هارون أن الجناة عبارة عن شبكة إجرامية من صناعة النظام البائد وتهدف إلى ترويع المواطنين والإخلال بالأمن بالمنطقة، وأشار إلى مواصلة الأجهزة الأمنية والشرطية في ملاحقة بقية المتهمين. وفي ذات السياق خرج مواطنو مدينة الدبيبات أمس في تظاهر حاشدة بالمدينة احتفاء بإلقاء القبض على المتهم، وكان مسلحين اعترضا طريق عربة أتوس على الطريق الدبيبات الأبيض الجمعة الماضية وفتح النيران على العربة ما أدى إلى مقتل المهندس علي عبد الغني في الحال وإصابة آخرين من الركاب قبل نهبهم والفرار إلى جهة مجهولة. وأضاف هارون محمد هارون لراديو دبنجا مدينة الدبيبات بولاية جنوب كردفان في هذا الخصوص: جناة حتى الآن ما تم قبضهم بالكامل، ولكن هي شبكة بتعلوبية بتاعت متصنعات بتاعت إرهابيات بتاعت قتل، يعني صنعت في الفترات القادمة منذ وجود المؤتمر الوطني ومدعومة من قبل الشبكات الليبية بالمؤتمر الوطني عشان تدعو للتفلتات الأمنية اللي حاضر. نظم مواطنو محلية نهر عطبرة بولاية كسلة وقف احتجاجية أمام رئاسة الري بحلفة الجديدة احتجاجا على مياه مصرف مخلفات مصنع السكر، وأشاروا إلى الآثار الصحية السالبة والروائح الكريهة التي تعاني منها قرى محلية نهر عطبرة. من جهة أخرى نظم طلاب المدرسة الشمالية أمس وقف احتجاجية من داخل مدرسة العمدة حميدي الشمالية سابقا احتجاجا على بيع أراضي المدرسة. وأضاف أهل قرى محلية نهر عطبرة في هذا الخصوص: ضمنية المطالبات الطالبوها ناس القرى دي يمكن من 67 كانت المسألة دي ما مكتشفة نسبة لجهل الناس وهميتهم، لكن لنا 40 سنة نحن بنطالب بوقف الموت من المنطقة دي ولا حياة لمن تنادي، لأن المصنع قادر يتحمل مسؤولياته الأخلاقية ولا الري اللي هو المصرف تابعه وناس المصنع بيخلطوا مويتهم معه اللي هي ملوثة وفيها كل الأمراض الفتاكة اللي بتأدي للموت. يعني يا تتعالج القضية دي بشكل جذري، يعني نحن نقعد معاكم هنا، نحن ما عندنا شيء نرجع عليها. الخبر الأخير في النشرة: اعتمدت اللجنة القومية لاختيار الفيلم السوداني المرشح لجوائز أوسكار ترشيح فيلم ستموت في العشرين لتمثيل السينما السودانية في المنافسة على جائزة أفضل فيلم روائي عالمي. وقالت وزارة الإعلام في بيان إن اللجنة عقدت اجتماعا يوم الأربعاء الماضي ونظمت عرضا للفيلم يوم السبت الماضي، وتمنت اللجنة التوفيق لفيلم ستموت في العشرين في المنافسة على الجائزة. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.